معركة حنين النبي صلى الله عليه وآله قال لا يقتل أسير. قتال، هاجموكم الأعداء تدافعون، هذا طبيعي، هذا حق مشروع جميع القوانين تقره. الدفاع، واحد هاجمك تهاجم تدافع. ولكن بعد أن وضعت الحرب أوزارها قال لا يقتل أسير واحد ولا واحد. هؤلاء اللي قبل شوية كانوا يريدون أن يجتثوا جذور الإسلام ويقتلوا المؤمنين ويقتلوا رسول الله، ولا واحد منهم يقتل، أسير بعد أخذته واتركه. مرة الثاني بطولاته كانت تظهر في هذه المواقع، شافد واحد أسير يقال له ابن الأكوع، هذا كان جاسوس المشركين على المسلمين. الآن الجاسوسية في كل قوانين العالم يعتبر خيانة عظمى، تعتبر خيانة عظمى وجزاؤها الإعدام. هذا جاسوس كان، بعدين جاي في حرب لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله. الثاني مار شاف هذا فالتفت إلى رجل من الأنصار وقال هذا عدو الله الذي كان عينا لأعداء الله علينا، اضرب عنقه. الرجل الأنصاري اجا وضرب عنقه هذا الأسير، فبلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله فتألم لذلك، تأذى لذلك، وقال ألم أنهكم عن قتل الأسارى؟ أسير بعد تركوا، أخذته قبل كان دفاع، هاجمك أنت دافعت عن نفسك، ولكن الآن بعد هذا بإيدك أترك. ألم أنهكم عن قتل الأسرى؟ هذا خطاب للبشرية كافة، عزيز عليه ما عنتم. ما يقولون علماء الأدب إنها مصدرية، يعني عزيز عليه عنتكم. النبي يشق عليه ذلك، يتألم لذلك، إذا يرى إنسان يتألم النبي هكذا يتألم.